هذه هي الأجواء التي يصنعها عشاق ومناصرو اتحاد بالعباس قبل موقعة الحسم التي سيحتضنها مسرح 5 جويليا الأولمبي، أين سيواجه مسرح سينداي في إطار نصف نهائي كأس الجمهورية. لا حديث إلا عن الفوز والتتويج وإعادة بعث روح المنافسة في الفريق الذي غابت التتويجات عن خزائنه منذ 25 سنة. نتمنى ان شاء الله بالنجي النتيجه، عندنا بناي، عندنا بونواق، عندنا اوزناشي، عندنا شوال، عندنا غازالي، عندنا عده لاعبين، زعما ان شاء الله يديروا نتيجه جاي ايجابيه ان شاء الله. هذا الفريق تاعنا باين طلعوا ان شاء الله ولا فينالينا وسموك اللي تجي مرحبا بها. راح تكون مقابله قويه ل 5 جويليا ان شاء الله، احنا نفوتوا لا فينال ان شاء الله وتكون لا فينال شابه ان شاء الله. ان شاء الله رانا احنا نحوسوا على الزوجه، لاكوب زوجه ان شاء الله، وان شاء الله احنا رانا معاها بالقوه. هذه لاكوب، هذه لاكوب تروح عند اللي تبغيه، هذه الاولى، والزوجه احنا رانا هذا العام رانا باش نجيبوها. احلام مشروعه وتمنيات بالجمله جعلت أنصار المكرة يطلقون العنان للأفراح مبكراً تعبيراً عن مساندتهم لفريقهم وتشجيعهم له حتى آخر دقيقة. رانا ماشيين العاصمة إن شاء الله، 13 و14 في العاصمة إن شاء الله. أنصار بقوة، أنصار ديجا احنا غير في المدية بقوة، وإن شاء الله رانا معاها تل آخر. قابل عباس ترحل، قابل عباس ترحل إن شاء الله. ونجيبوا لاكوب. كاع رانا متمنين باش نروحوا تماك ولا فينال ثاني، نتمنوا لا فينال، نروحوا لا فينال. بمعنويات مرتفعة سيدخل فريق اتحاد بالعباس مباراة النصف النهائي، خصوصا بعدما اقترب من العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى. فهل سيتمكن العقارب من لضغ النصرية وإتمام فرحة هؤلاء المناصرين؟ هذا ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة.